في 40% عنده المشكله. هذا تقرير 2009. نفس التقرير هذا عدل سنه 2011 وبقول سنه 2025، يعني قبل 5 سنين من 2003، سنه 2025 ثلثي سكان العالم 66% راح يكون متوفر عنده المياه، وثلث راح يكون في عنده مشكله بالمياه. فنقص المياه بالعالم مشكلة مهمة جدا، والعالم بلش يحط خطط، كان على صعيد الأمم المتحدة أو على صعيد الحكومات الدول أو يعني المناطق الإقليمية بالعالم لمعالجة المياه. هلا شو مشكلة المياه؟ مشكلة المياه، المشكلة الأساسية اللي بتعالج المياه هي التلوث. نعم. التلوث بيجي من عدة مصادر، في ملوثات طبيعية وفي ملوثات صناعية. نعم. الملوثات الطبيعية يعني خلينا نقول المجاري مثلا أو مياه الاستخدام العادي، هي بتلوث المياه الجوفية، بتلوث الطبيعة، إنما الطبيعة في عندها إمكانية إنه إعادة تصفية، إعادة تكرير هذه المياه من شان إعادة استخدامها مرة ثانية بوقت قصير. يعني ما لها تأثير كبير، اللي هي تأثيرها بالضبط. نعم. تأثيرها مش كبير. يعني مثلا في شغلة ملفتة إنه بال 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 بالمملكة المتحدة ببريطانيا عملوا قانون سنة، يعني عدلوا قانون حماية المياه سنة 2010، وحددوا انواع السوائل اللي ممكن تنرمى بالطبيعه. تنرمى بالطبيعه يعني في خطر توصل للمياه الجوفيه. طبعا نحن معودين ببلادنا للاسف ما عندنا التنظيمات الكافيه، اي سوائل ممكن نرميها بالطبيعه، يعني نحن هيك معودين، بينما باوروبا او بالولايات المتحده مش اي سوائل، يعني السوائل اللي لازم ترمى بالطبيعه في مواد معينه ما لازم تكون موجود فيها، من النفط مثلا. نعم. فبتلاقي بالريجوليشنز الجديده ببريطانيا انه النفط لا يمكن بشكل من الاشكال السماح رميه بالطبيعه تحت اي ظرف من الظروف، بالوقت اللي مياه المجاري ممكن رميه بالطبيعه. والسبب هون بسيط، لانه مياه المجاري اذا ما فيها نفط وما فيها مواد كيميائيه ممكن الطبيعه تهتم بهذه المياه وتكررها بوقت سريع، بينما النفط والمواد الكيميائيه ممكن اذا رمى بالطبيعه بشكل عشوائي ممكن يوصل للمياه الجوفيه ويلوث المياه لفتره كثير طويله. يعني في تقرير كمان دراسه من الامم المتحده يعني عملتها الامم المتحده على ال الماء، انه المياه الطبيعيه الموجوده بالبحر في سايكل، يعني كل 300 سنه بنرجع نستعمل. هذه الصور الموضحه عندنا في هذه الصوره، بتفرجينا على اثر النفط على الماء. الصوره لثلاث مستوعبات، المستوعب الاول اللي لجهه اليسار هو المياه الطبيعيه. هذه الصوره والبحث هذا انعمل بخليج المكسيك اثناء التسرب النفطي اللي صار بالبي اللي حكيت عنه حضرتك بالمقدمه. الصوره هيدي المي ماخوذه من المحيط حوالي 90 ميل، يعني 150 كيلومتر تقريبا بعيد عن مصادر التسرب. نعم. تفرجي اول صوره على الشمال، هذا اللون الغامق هو نسبه العوالق، اسمهم بلانكتون او بنسميهم بالعربي العوالق، يعني نعم. باختصار لغير اصحاب الاختصاص، هذه نسبه الحياه اللي موجوده بالماء. هذه اول حلقه من حلقات السلسله الغذائيه. نعم. بنشوف هذه النسبه كيف نزلت من بعد مسار التسرب النفطي، لانه ماتت العوالق بالماء بالمستوعب اللي بالنص من بعد شهر بالضبط، يعني من بعد 4 أسابيع بالضبط من نفس المكان. فتره وجيزه يعني، فتره وجيزه ماتت 4 أسابيع هي اثناء و150 كيلومتر بعيد النفط كان عن المكان اللي عمل فيه هذا التست بالدولفين ايلاند بجنوب الاباما. نعم. نزلت ل 45%، بعد 4 أسابيع ثانيين نزلت ل 10%، وهذا الخطر الكبير للنفط وللمواد الكيميائية بالماء، لأنه بيقتل الحياة، ومثل ما كلنا بنعرف يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي، يعني صحيح. المياه تعني الحياة. فالتسربات النفطية إذا أهملت ووصلت للمياه الجوفية. طيب خلينا ننتقل نتكلم عن التسربات النفطيه بشكل يعني اوفى واكبر. يعني التسربات النفطيه اول شيء يمكن الساده المشاهدين وانا واحد منهم، يعني في امور ما نعرفها في هذا الموضوع. ما المقصود بالتسربات النفطيه؟ انواعها، مخاطرها البيئيه بشكل عام. طبعا لما نقول تسربات نفطيه، يعني اول شغله بتخطر ببال الناس كل الناس انه عم نحكي على شركات النفط وعلى ناقلات النفط وعلى انابيب النفط وعلى حقول النفط. نعم. وهذا شيء ابدا مش مزبوط. التسربات النفطيه هو
كل تسرب أو كل فعل يؤدي إلى وصول النفط بشكل غير مراقب غير متحكم به بشكل عشوائي إلى الطبيعة. ناقلات النفط وأنابيب البترول وحقول النفط وإلى آخره بيعملوا تسربات، وهودي اللي الإعلام بيركز عليهم. يعني نحن صورة التسرب النفطي جيد تم، ما بنسمع بالتسرب النفطي إلا بس يصير في حادثة باخرة انفجرت، أو مثل ما صار بخليج المكسيك من كم سنة، إنه في من سنتين في كمية كبيرة من النفط عم بتروح من منشآت بترولية على المحيط أو البر. إنما الواقع هو يقول غير هيك، والدراسات بتقول غير هيك. التسرب النفطي في تسربات نفطية بسيطة بتحصل كل يوم وبشكل يعني نحن تعودنا عليه. يعني هذه الصورة بعد شوي رح نحكي عنها. هذه عن التسربات النفطية بس نرجع لها المكسيك. هذه بخليج المكسيك رح نرجع نحكي عنها يعني بعد شوي. نخليها الحين. خرجنا ونرجع لها عن خليج المكسيك. ففي تسرب نفطي بيصير كل يوم من المنشآت الصغيرة. أنا ودي أعرف التسرب النفطي اللي مو من الأنابيب، مو من هذا. صح. التسرب النفطي شلون يصير؟ من السيارات، من سيارتي ومن سيارتك، من 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 جراجات الميكانيك، من أماكن تصليح الميكانيك، من محطات الوقود، من عملية نقل الوقود، من البوطات اللي بالبحر، المراكب الصغيرة أو المراكب الكبيرة، مش مراكب نقل النفط. هذه تسربات بسيطة. لها تأثير كبير؟ لها تأثير كبير لما نحسب كميتها. مثلا مؤخرا صار في دراسات على هذا الموضوع، أول دراسة بالعالم طلعت سنة 2007 بتقول الدراسة إنه كل مليون نفط، كل مليون برميل نفط بينتج بالعالم بين 20 و 40 برميل منه او بين 20 و 50 برميل منه بينتهوا بالتسرب. هذه الكميه شو معناتها؟ لنبسطها. العالم بينتج 100 مليون برميل، ففينا نحسب عدد براميل بس لنشبهها بشيء ثاني. اكبر كارثه نفطيه صارت بالولايات المتحده قبل خليج المكسيك تبع بي بي صارت على شواطئ ألاسكا باخرة اسمها إكسون فالديز، انفجرت أو صار في